أهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. يكابد أهالي حيث أشد المعاناة من أجل البقاء على قيد الحياة، ففي حين تتهدد حياتهم قذائف الحوثي التي تمطرها ميليشياته على منازلهم كل يوم، إلى جانب الألغام والمتفجرات التي ملأت بها باطن الأرض والمزارع وحتى المساكن، يواجهون مشكلة جديدة تهدد حياتهم أيضا، ولكن هذه المرة بالموت عطشا، بعد أن توقفت منظمة اليونسف عن تعبئة خزانات المياه التي تعهدت بها منذ تفجير الميليشيات خزان مياه الدنين الذي كان يستفيد منه عشرات الآلاف من الأسر في مديرية حيث وما جاورها. وقامت المنظمة خزانات إسعافية، ومنذ ذلك الحين يعتمد عليها سكان المدينة الذين يتجاوزون 35 ألف مواطن، إلى جانب نحو 2000 نازح يعيشون في مدينة حيث بعد أن فروا من بطش الميليشيات. أصبح أمر صعب ومهمة يومية لغالبية سكان مدينة تحيتا الذين يعانون من أزمة نقص مياه خانقة ضاعفها انقطاع الخزانات الإسعافية التي تبنتها اليونسف وكلفت مؤسسة طيبة للقيام بأعمال التعبئة، لكنها توقفت وباتت تمثل قلقا وخطرا داهما زاد من معاناة السكان، ما دفعهم لإطلاق مناشدة عاجلة للحكومة والقوات المشتركة والمنظمات على السواء. فهل يلقي ذلك النداء آذانا صاغية؟ أكثر من 35 ألف نسمة تواجه خطر الموت عطشا في حيث بعد دخول المدينة أزمة خانقة عقب توقف منظمة اليونسف عن تزويد الأهالي بالمياه وتعبئة الخزانات الإسعافية التي أنشأتها قبل عامين كخزانات إسعافية إثر تفجير ميليشيات الحوثي لخزان مياه الدنين كأسلوب انتقامي من المواطنين، والذي كان يستفيد منه أكثر من 75 ألف نسمة من سكان حيث وبعض المناطق المجاورة. ناشد المنظمات والقوات المشتركة بالتدخل العاجل لإنقاذ أبناء مديرية حيث، كون المياه تقلص من قبل اليونسيف إلى 140 ألف لتر يوميا، كما ترون الخزانات فاضية وما فيش مياه، وإحنا الآن رمضان على الأبواب، 140 ألف لتر يوميا ما بتغطيش للمديرية. العطش إلى جانب الإرهاب الحوثي بات اليوم يهدد حياة الأهالي في حيث، حيث أطلقت مؤسسة المياه والصرف الصحي والسلطة المحلية بالمدينة نداء استغاثة للحكومة والقوات المشتركة والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل وإغاثة سكان حيث بعد توقف مؤسسة طيبة المخولة من منظمة اليونسيف بتنفيذ عملية التعبئة لنحو 210 خزانات مياه تزود سكان المدينة وقرى مجاورة بالمياه النظيفة. مشروع الدنين الآن نطالب كل الجهات الحكومية والرسمية، نطالب المنظمات بتوفير الماء النظيف الصالح للشرب لهؤلاء النازحين والأطفال، الخزانات الأنفاضي. كانت طيبة تدعم هذا المشروع، الآن توقفت عن هذه الخزانات سعة 1500 لتر، والآن العطش قاتل في مديرية حيث. نحن نناشد بحق الله دعمنا. وقبل عامين أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على تفجير خزان مياه الدنين المتواجد في نطاق سيطرتها شمال غربي المديرية عقب تحرير مدينة حيث كإجراء حوثي انتقامي من المواطنين الرافضين لهذه الجماعة وفكرها العنصري الدخيل، لتبادر منظمة اليونسيف بعمل إسعافي، ووفرت أكثر من 200 خزان في حيث توقفت اليوم عن العمل بشكل كلي وتؤذن بكارثة جديدة تواجه آلاف المواطنين في مدينة حيث. احنا قباب يمنا، احنا نشاكل تغذ، احنا محنجون، احنا شنموت مقطوعين من الماء، احنا ما نقدر شيء. انا امشي وبروك افوز وامشي وبروك وشغل الدبه. ويستفيد من خدمات المياه التي تدعمها اليونسيف اكثر من 35 ألف مواطن من سكان المديرية، بالإضافة إلى نحو 2000 أسرة نزحت إلى حيث هربا من جحيم الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وباتت تقيم تلك الأسر في مركز المديرية. ويعاني أهالي حيث كغيرهم من أبناء السهل التهامي أوضاعا مأساوية ونقص حاد في مياه الشرب، وتتفاقم المعاناة كلما تعمدت الميليشيات استهداف مقومات الحياة
وفي طليعتها المياه التي تعمل المنظمات على تخفيفها من أجل توفير مياه الشرب للمواطنين، لكن تلك المساعي توقفت وانقطعت معها مياه الشرب، وباتت حياة عشرات الآلاف من المواطنين في خطر محدق، لتتضاعف معها المعاناة ويصبحون مخيرين بين الموت قتلا بقذائف وألغام الحوثي أو الموت عطشا وظمأ. أرحب بكم من جديد وأرحب بضيفي عبر الهاتف، الأستاذ محمد عكيش مدير مؤسسة المياه، والأستاذ حسام البكري إعلامي. مرحبا بكما. أبدأ مع الأستاذ محمد عكيش. أستاذ محمد مرحبا بك. أستاذ محمد مرحبا، حياكم الله. حياكم الله، ونشكركم على الاستضافة. حياكم الله. نعم نعم، قبل أن أسألك يعني لماذا توقفت الخزانات هل تسمعني؟ نعم، سنعاود الاتصال بك أستاذ محمد. الأستاذ حسام، أستاذ حسام كيف؟ مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ زندع. كيف هو وضع المواطنين مع انقطاع المياه وأيضا انقطاع الخزانات الإسعافية التي تدخلت بها اليونيسف؟ طبعا الوضع مأساوي جدا للمواطنين، كما أن الميليشيات الحوثية بعد تحرير مركز مديرية حيسة بشهر كذا تقريبا لجأت إلى تفجير خزان مشروع الدنين الواقع تحت سيطرتهم في منطقة الدنين شمال غرب حيس، انتقاما من المدنيين فقط كما هو شعارها. والمواطنين أصبحوا يعيشون يعني عيشة يعني مأساوية مرة بسبب انقطاع مشروع الدنين. تدخلت مؤسسة اليونيسيف ودعمت أيضا مياه الريف، ودعموا ب 210 خزان تقريبا. تمركزت هذه الخزانات على نقاط في الأزقة والحارات ودعموها، بالرغم أنها هي ليست كافية للمواطنين بشكل عام، ولكن يعني سدت رمق حياتهم وجعلتهم يعيشون يعني بشكل جيد الحمد لله، ولكن لا زالت المعاناة مستمرة. نعم، ابقى معي أستاذ حسام إذا سمحت. يعني شوف أستاذ محمد مرحبا بك، مدير مؤسسة المياه. حياكم الله وشكرا على الاستضافة. نعم، الآن تسمعوني جيدا؟ نعم. طيب، مشروع مياه الدنين كيف كان يمثل شريان حياة للمواطنين، وهل كانت المياه تصل إلى كل المنازل؟ نعم، كان يستفيد منه أبناء مديرية حيس ومعظم قرى تابعة لمديرية الجراحي وقرى تابعة لمديرية الكوفة، ما يقارب أكثر من 20 قرية تتبع الجراحي والكوفة إضافة إلى مديرية حيس. وفي 22 مايو 2018 تم تفجير الخزانات التجميعية لمحطة إعادة الضخ من قبل الميليشيات الحوثية، مما سبب كارثة إنسانية لأبناء مديرية حيس والقرى التابعة للمديرية. ولا يهم هذه الكارثة الإنسانية الميليشيات، لا يهم هذه الكارثة الإنسانية التي تسببت بها لمديرية حيس والمديريات المجاورة. يعني هي تسللت الميليشيا تسللت لكي تفجر الخزانات، ما كانش عندهم إنسانية. إلا مشروع خدمي، هذا مشروع خدمي يستفيد منه المواطنين الطفل والشاب والعجوز والنساء، لا ما فيش عندهم أي إنسانية ولا رحمة. طيب أستاذ محمد، حدثنا كيف تدهور الوضع تدريجيا بعد تفجير مشروع مياه الدنين، وأيضا يعني مرورا بالتدخلات الإسعافية لليونيسف وطيبة، وبعد أن انقطعت أيضا حتى هذه التدخلات الإسعافية، إلى أين وصل الوضع؟ الوضع بعد التفجير من قبل الميليشيات، تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضعوا لنا 30 خزان سعة 3000 لتر، ودخلنا لمدة شهر عبرنا بالمياه، ومن ثم
تم تسليمها لمنظمة اليونيسيف، ومنظمة اليونيسيف أزادت طوقها خزانات. الخزانات الإسعافية مش حل قدري، الحل هو في إيجاد مشروع مياه، ولا سيما فيها في منطقة تهامة. المنظمات تتدخل شهرين شهر وتوقف. طيب عند مشروع قريب مستدام وداخل مديرية حيس ما فيش فيها مياه جوفية، المياه الأحفرة كلها سطحية، ما تغطيش مربعات ولا حارات. طيب وكذلك المياه الموجودة في المدينة مياه نعتبرها ملوثة، لأنه لا يوجد معانا صرف صحي. نعم أستاذ محمد. ألو. عندما تدخلت اليونيسيف والصليب الأحمر نعم اليونيسيف كانت تزق لنا يوميا 406,000 لتر، وفجأة قلصنا الكمية لما إلى 140,000. منظمة في الهجرة الدولية تغطي لنا 28,000 لتر يوميا إضافة لل 140. ما يقارب عدد سكان مدينة حيس 37,000 نسمة، حوالي 6,000 أسرة. طيب احنا الآن لماذا لماذا لم تطلبوا من هذه المنظمات الحل الجذري الذي ذكرته؟ الحل رفع المنظمات، وكذلك الوالد الدكتور محافظ المحافظة مدير عام المديرية متابعين للمنظمات، وسوقنا الدراسة للمشروع مياه متكامل عبر الجهات الداعمة عن طريق اليونيسيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر. والآن إن شاء الله في حل بإذن الله الكريم. طيب وعدتنا والتقينا في الأسبوع الماضي مع الوالد المحافظ الدكتور حسن الطاهر، والزم المنظمات بإيجاد حل لمدينة عيس. طيب أستاذ محمد ابقى معي إذا سمحت. أستاذ حسام، يعني نزلت المنظمات وشاهدت ما قامت به الميليشيات واكتفت فقط بالحلول الإسعافية، وهي توقفت الحلول الإسعافية، لماذا برأيك لا ترفع تقارير للمنظمات المعنية بما قامت به الميليشيات الحوثية؟ بالنسبة للمنظمات يعني أصبحت يعني متكاسلة صحيح حقيقة، يعني عن ما يدور في حيث وإنقاذ المواطنين. يعني المواطنين أصبحت يعني معيشتهم عيشة صعبة جدا، يعني في الحواري النساء كبار السن يخرجون إلى الخزانات ويقومون بجلب المياه، هناك يعني كبار السن لا يستطيعون أن يجلبون الماء. وكما ظهر معكم في التقرير السابق، امرأة كانت يعني تناشد تقول أني امرأة عجوزة لا أستطيع أن أحمل هذه الدبة فوق رأسي لكبر سنها. فكان المشروع الدنيا كان يعني له بصمة يعني جيدة في المديرية، يعني كان يجي للبيت ومعك هناك عداد في منزلك وخزانات، والناس كانت يعني عايشة، وهذه الميليشيات لا تراعي الإنسانية أبدا. والمنظمات نحن نناشد المنظمات كأبناء مديرية حيث نناشدها بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين. يعني هناك كما ذكر الآن الأستاذ محمد عبد الكريم مدير مؤسسة حيث أكثر من 37,000 نسمة من سكان المدينة، يعني الميليشيات ستتسبب بكارثة إنسانية يعني حقيقة، يعني فضلا عن استهداف المدنيين الذي تطالهم قذائف الميليشيات والرصاصة لمنازلهم والألغام. فإذا لم تقتلك يعني والألغام أيضا. أي نعم والألغام أيضا، هناك الألغام أكثر من 25 قرية أو 30 قرية لغمتها الميليشيات، يعني أصبحت الناس يعني يعيشون حياة مأساوية جدا عندما يسافرون من قرى إلى قرى. يعني كانت قرية إذا أنت تشتيها يعني ما فيش 5 دقائق من قرية إلى قرية، الآن 4 ساعات من قرية إلى قرية. فهذه الميليشيات لا تراعي الإنسانية أبدا،
فنطالب المنظمات والجهات الإنسانية أن ينظروا لهذه المديرية وأن يجدوا لها حل وينقذوا أهاليها من المياه فقط، لا نريد من يتدخلوا في أشياء يعني سياسية ولا أي شيء. إذا كانوا محايدين المنظمات لا ذلك، نريدهم أن يوقفوا مع الإنسان الذي يموت عطشا بسبب عدم وجود المياه وقلته. نعم الأستاذ حسام البكري الإعلامي، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، طيب وفي ظل هذا الوضع كيف يعيش المواطن؟ المواطن في حالة لا يعلم بها إلا الله. طيب كيف تصل إليه المياه؟ ما يمشي حتى على 3 لتر. كيف تصل المياه إلى المواطنين؟ أيضا الآن نحن نتحدث عن 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 يعني عن اشتداد الحرارة خصوصا مع دخول فصل الصيف، وأيضا يعني أنتم مقدمون أيضا على شهر رمضان المبارك، كيف نعم شهر الصيام وشهر الخير إن شاء الله بإذن الله تعالى، وشهر التحرير بإذن الله تعالى. يا أخي والله إن المواطنين يعيشون هنا في حالة يعلم بها إلا الله. الشخص ما يتوفر له 2 لتر، وإحنا من خلال القناة المبكرة ناشد جميع المنظمات والسلطة المحلية لإيجاد حل سريع بإذن الله تعالى. طيب اليونيسف لماذا توقفت الحلول الإسعافية، الحلول الترقيعية، يعني لماذا توقفت؟ اليونيسف تضخ المياه من 1/5/2019 بكمية 400,000 و6,000 لتر يوميا. طيب يعني هي أي منظمة تتدخل كلها أنا ما أقدرش، الميزانية ما تسمحش، وهذا حالة إسعافية. يعني هي حددت، شوف لك البديل. طيب هي حددت منذ تفجير منذ تفجير مشروع مياه الدنين، هي حددت أنها ستعمل لفترة محددة، وكذلك أبلغت إحنا المؤسسة الطيبة الشريك المحلي مع اليونيسف أن الكمية بتتوقف في 15 مايو 140,000. اسمعني. نعم أسمعك. أبقى معي أستاذ محمد. ينضم إلينا الأستاذ محمد السمان الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ. يعني هي معاناة متكررة يلاقيها أبناء مديرية حيث، سواء يعني بالصواريخ والمقذوفات التي تطلقها عليهم الميليشيات الحوثية أو بالألغام، والآن يعني تعمدت الميليشيات يعني ضرب مشروع مياه الدنين، وقد تابعت يعني جزء من المعاناة التي نقلها لنا مدير مؤسسة المياه في مديرية حيس، وأيضا الأستاذ حسام. كيف تقرأ ما تقوم به الميليشيات والذي يضر بالمدنيين حتى في شربة ماء؟ بداية تحية لك ولمتابعيك ومشاهديك عزيزي. في الحقيقة ما تقوم به ميليشيا الحوثي هو يندرج الصلف والعدوان وحجم الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الحوثي. كلنا يعلم أن حال أبناء تهامة قبل الانقلاب لم يكن بالحال الجيد على مستوى الخدمات، يعني مع ذاتهم ومع دخول الصيف تنقطع كانت المياه عليهم كانت تأتي، لكن إلا أنها لم تكن بانتظام، إضافة إلى الصيف القاتل بالكهرباء، إضافة إلى الخدمات الأخرى، هذا في ظل الأوضاع العادية. فجاء الانقلاب وكرست معاناة الناس وزادت معاناة الناس، ثم جاء اتفاق السويد أو اتفاق ستوكهولم وزادت المعاناة يعني أكثر وأكثر. والآن ما تقوم به جماعة الحوثي من هذا العدوان السافر ومن هذا الظلم على أبناء حيس وقطع المياه أو ضرب المياه، نحن نعلم أن أبناء تهامة في الريف عيشتهم بسيطة جدا، ومشروع المياه يأتيهم ربما البعض عن طريق الاشتراك في مشروعات تجارية لعدم قدرة وصول المياه الحكومية إلى كل المنازل في الأرياف، ومع ذلك تقوم بهذا الصلف وهذا العدوان وهذه المعاناة، مما يدلل على أن هذه الجماعة جماعة فاشية، جماعة ظالمة غشومة،
تنتهك كرامة الإنسان التهاني، تنتهك كرامة المواطن، تنتهك لا تراعي أعراف مجتمعية ولا قيم ولا أخلاق ولا قانون. فلذلك نقول نحن الآن ومن من 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 حجم هذه المعاناة وهذه الكارثة التي يعانيها أبناء أسامة، فإن على الأحرار المتواجدين في الساحل الغربي تقع مسؤولية كبيرة جدا، فيسعهم ما لا يسع غيرهم. هذه الانتهاكات تجعلهم في حل من اتفاق ستوكهولم. الأبطال المتواجدين على في طول الساحل الغربي نتيجة هذه الانتهاكات وهذه الخروقات وهذه المقذوفات على المواطنين وعلى الآمنين وعلى التي الألغام التي تزرعها في ممرات الناس، فإنه يسعهم ما لا يسع غيرهم. أولا من واجب المسؤولية، ثانيا من واجب الدفاع عن هذا المواطن البسيط الذي تنتهك كرامته وتنتهك خصوصيته وتنتهك أبسط مقومات الحياة. فنقول أن الأصوات الآن تتعالى بقوة لينتهي اتفاق السويد أو اتفاق ستوكهولم، ليذهب اتفاق السويد ولتتحرر الحديدة وتتحرر بقية المناطق. نعم، يبقى معي أستاذ محمد. إذا سمحت أستاذ محمد، سؤالي الأخير لك، لماذا وجهتم مناشدة للتدخل العاجل؟ ياسر، عندنا في تهامة معتمدين احنا على المياه بسبب الحر الشديد، درجة الحرارة توصل إلى 42، ما فيش معنا أي مصادر مياه قريبة. طيب، كما قلت أشرت سابقا على إن المياه المتوفرة هنا كلها سطحية، الآبر الموجودة داخل المدينة كذلك ملوثة، لا يوجد لدينا صرف صحي، فلا بد من إيجاد مشروع مياه مستدام. طيب، هل يعني هل انتهى مشروع الدنين تماما أم ممكن يعني أن يعود للعمل من جديد؟ مشروع الدنين كما أشرت على أنه تم الاستهدافه من قبل الميليشيات والخزانات التجميعية محطة إعادة الضخ، والمنطقة غير آمنة كذلك. طيب، ما يقدر واحد ينزل. نعم. طيب أستاذ محمد، المنطقة طيب غير أستاذ محمد، يعني القرى المجاورة لمديرية حيس، يعني هل توفرت لها الحلول الإسعافية التي كما أشرت ستستمر إلى منتصف مايو؟ لا لا لا، مع القرى نزحوا، معظمهم نزحوا. نعم، الأستاذ محمد عكيش مدير مؤسسة المياه بمديرية حيس، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. إذن يعني تسببت ايضا الميليشيات بانقطاع المياه، وايضا يعني اوصلت يعني المدنيين الى النزوح بسبب انقطاع المياه، يعني كانت متسببه للمواطنين بالنزوح بسبب الحرب العبثيه التي اطلقتها على اليمن واليمنيين، والان ها هي يعني تستهدف وتمعن في استهداف المدنيين. لماذا تستهدف مقومات الحياه؟ يا أخي، هذه الجماعة كما ذكرت لك هي انطلقت من انطلاق الحقد والإرث التاريخي مع أبناء تهامة على وجه الخصوص، وأبناء تهامة يدركون هذا جيدا. أبناء تهامة لديهم مواقف بطولية مع أجداد هؤلاء الحوثيين، كلنا يتذكر معركة الزرانيق ومعركة المعارك البطولية التي خاضها أجدادنا مع أحفاد هؤلاء، مع أجداد هؤلاء الإماميون، الإمام يحيى والإمام أحمد حميد الدين، ولذلك هم نزلوا إلى تهامة بهذا الحقد التاريخي، فيتعاملون مع مناطق تهامة بشيء من الصرف والعدوان، وإن أدى إلى حرمانهم من أبسط مقومات الحياة، يحرمونهم من الماء، يحرمونهم من الكهرباء. يا عزيزي، ألا نتذكر قبل سنتين تكلموا عن صندوق كهرباء الحديدة، وأظن تتذكر معي جيدا أنهم أعلنوا عن صندوق ماذا؟ صندوق كهرباء دعم الحديدة، وأنشئ هذا الصندوق بزيادة رسوم على كل لتر بنزين أو لتر ديزل، ولما تجمعت الأموال الطائلة سرق ذلك الصندوق بما فيه من أموال، ولم يعطى للحديدة ولا لكهرباء الحديدة ولا معاناة الحديدة شيء. فهم يمعنون، حتى قال أحد قادتهم يعني زيادة في الصلف وفي الغرور والعنجهية، قال
يعني يتدفوا ابناء تهامه بالبطانيات من الحر، يعني من الغرور والكبر يقول يتدفوا يعني يتغطوا من الحر بالبطانيات، يعني مما يدل على ماذا؟ على غرورهم وتعاملهم الظالم والغشوم مع ابناء اليمن عامه ومع ابناء تهامه خاصه. فلذلك نحن نقول ان ينبغي على الاحرار والابطال في كل الميادين ان يشدوا من عزمهم لبحر هذا الانقلاب، وينبغي كذلك على المتواجدين في الساحل الغربي، وانا اكرر واقول يسعهم ما لا يسع غيرهم، اولا من موقع تواجدهم، ثانيا من موقع الدفاع عن هذا المواطن والدفاع عن هذا التهاني البسيط، ثالثا انهم لم يكونوا جزءا من اتفاق السويد ولم يوقعوهم، فيسعهم ما لا يسع غيرهم. وهذه المناشدات التي ناشد بها مدير مؤسسه المياه في حي واطلق نداء الاستغاثه لما حصل في حيث استهداف للمياه، فهذه يتوجب فيها على الجميع أن يرفعوا أصواتهم لإغاثة الناس، ولماذا؟ للوقوف مع المواطن التهاني البسيط. نعم الأستاذ محمد السمان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا المهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي القائم بأعمال وزارة المياه والبيئة، مرحبا بك. أهلا وسهلا. نعم، هل من حلول يعني سريعة وتدخل سريع لمديرية حيث وأيضا القرى المجاورة لمديرية حيث؟ حياك الله أخي العزيز، دعني في البداية أن أوضح لك إشكالية مدينة حيث فيما يتعلق بالمياه. هذه الإشكالية لها حوالي سنتين منذ أن أصبحت مدينة حيث والمناطق المجاورة لها مسرح عمليات للمواجهات العسكرية، وهذا الوضع أدى إلى أنه مواقع حقل الآبار الخاصة بمدينة حيث بالإضافة إلى خزان التزويد الرئيسي وكذلك خزانات الفرعية هي منطقة إطلاقنا، والأمر الذي أدى إلى توقف كلي لعملية ضخ المياه إلى المدينة. وهذا على هذا الأساس عملت وزارة المياه والبيئة وكذلك مؤسسة محلية المياه والصرف الصحي وكذلك فرع مديرية حيث بالتواصل مع الأخوة في منظمة اليونيسف من أجل تزويد المدينة بالمياه من خلال الووتر تراكينج أو المياه المنقولة عبر الوايتات، وهذا الوضع منذ حوالي السنة ونصف أو السنتين لم يتغير، لم يتم ضخ المياه من الحقول المباشرة، يتم ضخ أو تزويد المواطنين في هذه المناطق بتمويل من منظمة اليونيسف عن طريق إحدى التمويلات الخارجية بمؤسسة الناقلات. حاليا يبدو لي أن الكمية هي قلت، ومن خلال تواصلي مع المعنيين في مشروع مياه حيث وكذلك بعض الزملاء العاملين مع منظمة اليونيسف والوحدة التنفيذية لتنفيذ مشاريع المياه في المدن الحضرية، المياه كمية المياه التي كانت منقولة عبر الوايتات أو الناقلات قلت، لم تكن كما كانت خلال السنة والنصف أو السنتين الماضيات. وعلى هذا الأساس تم تحديد مذكرة من قبل وزارة المياه والبيئة البارحة إلى منظمة اليونيسف للاستفسار عن الأسباب الموجبة لنقص الكمية، ولمعلوماتك اليونيسف اتخذت آلية جديدة منذ حوالي الثلاثة الأشهر من بداية العام، آلية جديدة بتزويد المياه وكذلك آلية جديدة لكيف التعاملات مع قضايا المياه والصرف الصحي وكذلك بقية المساعدات التي تقدمها اليونيسف. ما هي هذه الآلية الجديدة؟ الآلية الجديدة أن اليونيسف تقوم حاليا بشكل مباشر بالتعاقد مع مزودي الخدمة من خلال مكاتب اليونيسف وليس من خلال مكاتب المؤسسات. ونحن كنا قدمنا إيضاح لمنظمة اليونيسف أن هذه الآلية يمكن أن تصح على مستوى المشروعات الكبيرة، لكن على مستوى التزويدات المياه على مستوى المدن والمديرية الصغيرة قد لا تكون نافعة، لأن كما يقال أهل مكة بشعابها المناطق في محل التأثير ربما يكونوا أقدر على مواجهة الإشكالية ويحتاجوا إلى التمويلات. ونحن في نقاش دائر مع الخوف من منظمة اليونيسف حول هذا الموضوع. طيب، كما فهمت من مدير مؤسسة المياه في مديرية حيث أن الحلول أيضا الإسعافية من قبل المنظمة منظمة اليونيسف يعني حلت جزء من الإشكال ويعني لم تحل الإشكال بشكل كامل، وأيضا حلت إشكالية لمديرية حيث. أما القرى المجاورة لمديرية حيث يعني يبدو أن المياه منقطعة تماما عندهم، هل من حلول لهذه القرى أيضا؟ هذا صحيح يا سيدي العزيز، بالفعل بأنه
العمل كان منصب في بداية الأمر ومن سابق أيضا على التركيز على مركز المديرية، وبالتالي بقية المشاريع كانت هي مشاريع ريفية تزود بشكل أو بآخر ولم تكن ضمن إطار المواجهة المباشرة، لكنها أصبحت اليوم المنطقة بالكامل وبالذات حقول الآبار وخزان المياه التوزيع الرئيسي في يعني مرمى الناس، خط نار لا يستطيع وبالتالي لا يستطيع أحد التشغيل والمرور في هذه المنطقة. لكن دعني تعمدت باش مهندس توفيق، تعمدت الميليشيات الحوثية استهداف مشروع المياه بدون أدنى شك، بأن الميليشيات الحوثية كان لها الدور الأكبر في حرمان المواطنين في مديرية حيس من المياه، وبالتالي الأمر أصبح يعني أكثر صعوبة وبدل شبه استحالة تشغيل حقل المياه الذي زود مديرية حيس والقرى المجاورة لها بسبب الاعتداءات الحوثية، وبالتالي أصبح المنطقة منطقة كما أسلفت منطقة ضربنات. لكن دعني أقول لك والأخوة المواطنين في مديرية حيس بأن هناك مشروع تم دراسته من قبل المؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي في جميل. مدينة الحديدة في وقت سابق قبل العام 2015 قبل الانقلاب الحوثي لم تكن تتوفر له التمويلات بحيث أنه يكون هناك حقل قريب من الحقل السابق ولكنه خارج مرمى النار أقرب إلى منطقة الخوخة لتزويد المديرية، وحاليا نبحث عن تمويلات لهذا الحقل. إذا تمكننا من الحصول على التمويلات هذا سيكون حل استراتيجي يسعفي للمدينة والقرى المجاورة لها. طيب هل بالإمكان أيضا التخاطب مع هذه المنظمات التي نزلت لعمل الحلول هذه الإسعافية لكي يساهموا في هذا المشروع؟ بدون شك يا سيدي العزيز نحن على تواصل ونحظى بدعم كبير من الأخ وزير التخطيط والتنمية، وكنت على تواصل مع الأخ الدكتور نجيب العوق خلال الأيام الماضية من أجل حلول لعدد من المديريات ومن ضمنها مديرية حيس في إطار دعم من البنك الدولي، وكذلك عدد من التمويلات. التمويلات تأخذ بعض الوقت في مسألة الالتزام ومن ثم مسألة التخصيص ومن ثم إعداد دراسات وإلى آخره، لكن فيما يتعلق بحيس هناك دراسة سابقة أعدت قبل العام 2015 والمناطق الحقول هي خارج مرمى النيل، فإن شاء الله نتمكن من الحصول على تمويل في أسرع وقت. نعم بإذن الله. يعني وهو سؤالي الأخير لك، يعني أنتم تدركون وتحسون معاناة المواطنين خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة ومع قرب شهر رمضان المبارك. نعم بإذن الله تعالى بدون أدنى شك، ونحن نعرف أن فصل الصيف هو فصل حارق ومزعج جدا حتى على المناطق الباردة ناهيك عن المناطق الساخنة. مشكلة حيس معلومة لدينا واضحة ونعرف الحلول اللازمة سواء كانت الإسعافية أو الاستراتيجية، لكن ينقصنا بعض التمويلات ولله الحمد وزير التخطيط داعم بشكل كبير في هذا الكلام. نعم المهندس توفيق الشرجبي القائم بأعمال وزارة المياه والبيئة، شكرا جزيلا لك. الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، مرحبا بك. اهلا وسهلا بكم استاذ نبيل، مرحبا بك. يعني الميليشيات الحوثيه لا تتورع في يعني اطاله امد معاناه المدنيين، وايضا تصل الى حتى شربت المياه. يعني الميليشيات الحوثيه لا تتورع ولا تتوانى في استهداف المدنيين سواء بالألغام أو بالمقذوفات أو حتى بقطع يعني كل مقومات الحياة. هذه التفاصيل هل تصل أولا بأول للمنظمات المعنية؟ وأيضا يعني هنالك منظمات نزلت وشاهدت ما قامت به الميليشيات الحوثية خصوصا في مشروع مياه الدنين في مديرية حيس، يعني هل هنالك رد من هذه المنظمات؟ بالتأكيد نحن نقدم دائما وفي سواء بلقاءاتنا أو في تقاريرنا الأساليب السادية والإجرامية التي تقوم بها هذه الميليشيات في التعامل مع المواطنين المدنيين العزل، سواء كما أشرت بالقتل أو بالأشكال المختلفة للأذى ومن ضمنها قطع المياه والتقطع الأغذية والأدوية كما حدث مرارا وتكرارا. كانت لو تذكر معي كان عندما كانت الميليشيات تحاصر تعز من أكثر من اتجاه وقبل أن تتحرر مناطق الساحل الغربي كان هناك حصار شديد على مدينة تعز فيما يخص المياه، وعانت المدينة معاناة كبيرة جدا، بل أن الميليشيات وصلت بها الأمر
إلى درجة التبول داخل خزان الصهاريج المياه التي تسعى بعض الجهات إلى إدخالها إلى المدينة. هذا هو نهج هذه الجماعة وهذا هو أسلوبها، وهذا كله قدم ضمن تقارير متعددة إلى المنظمات الدولية، لأن موضوع المياه بالذات يعتبر في زمن الحرب جريمة حرب غير عادية، لأنها تستهدف القتل بالتجويع والعطش للناس بهذا الأسلوب السادي. على هذا الأساس هناك تواصلات كبيرة تمت مع منظمة اليونيسيف، مع منظمة الغذاء العالمي، مع كثير من المنظمات الدولية من أجل تخفيف الإشكاليات، وخصوصا وأن هذه المنظمات قد استلمت مبالغ ضخمة جدا، كان آخرها 2,600,000,000 للعام 2019 العام الماضي، ولا يزال لديهم مبالغ ضخمة في هذا الإطار. الآن نحن نقول أن عليهم أن يقدموا كل ما هو مطلوب منهم، وهو التزام حقيقي عليهم لتقديم هذه المساعدات، وخصوصا مع المعاناة الشديدة التي يعانيها أبناء محافظة الحديدة بشكل عام والساحل الغربي أيضا، بالإضافة إلى أن الجميع يعلمون أن فصل الصيف على الأبواب، وبالتالي هذه ستكون مرحلة مخيفة جدا إذا ما استمرت مثل هذه المعاناة. نعم، ولكن اليونيسف يعني قامت بحلول ترقيعية، يعني لم تفي بالغرض الكامل، وأيضا لمدة محددة. لماذا؟ لطالما تحدثنا سيدي أننا لا نريد، يعني عندما نتقدم لهم حول مثل هذه الإشكاليات فيكون الحل أننا سنذهب بصهاريج مياه إلى هذه المناطق، هذه الحلول لا تفي بالغرض. الحلول اللازمة هو ما ذكره معالي الوزير الأستاذ توفيق الشرقبي، أنه لابد أن يكون لهذه المنظمات دور في دعم المشاريع المحلية الموجودة في المنطقة، وهي مخطط لها ومرسومة ولا تحتاج إلا للتمويل فقط. هذا هو الدور الذي يجب أن نضغط جميعا من أجله، وهو الدور الذي يمكن أن يحل المشكلة. الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل ضيوفي في هذه الحلقة، وللمشاهدين الأعزاء في أمان الله.